عسلية. ايوه اللي بتخبط انا جاي اهو. طيب دي ما بقتش عيشة ولا بقى بيت، دي وكالة. ايه يا بيت مالك يا بيت بتتنفس دي كده ليه؟ لا ايه النكد؟ ايه ده يا اختي؟ ده اللي مخليكي تتنفدي؟ راشد قتل حسن يا فتو. لا لا ما حصلش يا اختي الكلام ده، هو ايش جاب ده لده؟ ده الخاتم اللي جبته له قبل ما يموت. ايه اللي حصل يا بنتي؟ خدت في وشك وجريتي ليه؟ انا قلبي وقع في رجلي. قتلت لي حسن ليه يا راشد؟ عشان تجوزني. ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه والله. انا يا اخويا مش فاهم حاجه. طب استنى نشوف الكلام اوله من اخره ايه. انت ما بتفهمش. هو قتل حسن. ايه يا اختي؟ ده الخاتم بتاعه. خاتم ايه ده؟ مش عارف. انا ما اعرفش ايه هو. رامي بلا ده. انا ما اعرفش، انا اول مره اشوفه. ده انا اوديك في 60 دقيقة. ده الخاتم ده قتلته ليه؟ حرام عليك. قبل لك ايه عشان تقتله؟ يخرب بيتك عليك. يخرب بيت اليوم اللي عرفتك فيه. قلت لك من سرعة تعرف. سيب البيت هتموت. تعرف انت سكرانة ولا ايه؟ سيبني ما اعرف ايه يا فتوح. هو انتوا اتفقتوا عليه؟ هو انتوا اتفقتوا عشان تقتلوه؟ دماغياني ياما، الصداع هيفرتك دماغي. بنت فص مالها ودابت زمانها دلوقتي بتبلغ البلوس عننا. عننا؟ عنك انت يا اخويا. هو انا كنت معاك وانت بتذبح الواد؟ كان لازم يعني تنسحبي من لسانك وتقولي قلنا وما قلناش. كنت مدروخه وانا كنت في وعي يعني. وبعدين البت مش متاكده من حاجه، واحنا اتضربنا واتخانقنا وصوتنا وزعقنا، ولما ترجع بقى هقول لها ما نعرفش. ما حصلش. لا. ولو قالت اي حاجه هقول لها لا غلط. لا 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 لا، هي دلوقتي متاكده ان انا اللي قتلت الواد. نيلي معدي هنا، انا عيب واختص واشوفها راحت فين. عندك هتروح فين؟ رايح فين وهتسيبني لوحدي؟ عايز ايه مني يا فتون؟ تستنى لحد ما نشوف هنعمل ايه. استنى لحد ما ايه؟ ما ليها دخله والبوليس وراها. بوليس ايه؟ هي مش هتروح تبلغ البوليس ولا حاجه. طب هتقول لهم ايه؟ جوزي قتل خطيب اللي قبل كده ولقينا معاه خاتم. القصه كلها على بعضها متلخبطه. لا مش متلخبطه، وخصوصا بعد ما تنيلت اتجوزتها. فتوم احنا لازم نختفي من هنا. سالي ازيك؟ الحمد لله على سلامتك. مالك؟ مدام فين يا هي؟ فوق. مالك يا سالي في ايه؟ دايما قولي لها انا عايزاه. ايه ده؟ انت عامله كده ليه يا عسلية؟ كنت بتعيطي ولا ايه؟ هو حصل مشكله مع جوزك ولا ايه يا عسلية؟ ايه ده في ايه يا سالي؟ انا جيت لك عشان ما اديش بالي. ايه بس يا حبيبتي؟ في ايه؟ اهدي اهدي اهدي. ما انت هنا ما حدش يقدر يمسك.
يا إلهام اعملي ليمون بسرعة. يا سوق بعد إذنك أصل مش هينفع تقعد هنا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بليز اسمعيني، دي متجوزة واحد تاجر مخدرات، ممكن تبقى عاملة جريمة ولا كارثة وجاية تستخبى عندنا، نوين هي تقعد عندنا. أنا والله العظيم ما كنت أعرف راشد اللي أنا متجوزة. أنا ملناش علاقة بيكي ولا بالراجل اللي أنت متجوزاه. In 5 minutes you have to leave. فاهمة ولا لأ؟ بعد إذنك يا انت اللي عملت في نفسك كده. فاكر لما كنت قاعد معايا وعمال تقول لي انك عايز تقتل الواد؟ انا قلت لك لا وعلي صدق على كلامي. شش انت اتخبلت في نفوخي في ايه؟ بقول لك يا راشد خد بقى لفينا السيجارتين دول علشان اروق دماغي، وبعد ما اروق دماغي تحكوا لي كده بهدوء ايه بقى اللي حصل عندكم وكركب حياتكم كده عشان تيجوا فجأة بربطة المعلم وتطبوا عليا.